السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذي الأعزاء، تلاميذ السنة الرابعة متوسط، ما زلنا متواصلين مع دروس الفصل الأول والمراجعة العامة للاختبار والبيام إلى آخره. اليوم رانا راح نشوفوا الدرس رقم 4 اللي هو درس مشهور بزاف 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 وسهل بزاف بزاف اللي هو cause and effect. cause and effect رانا راح نشوفوا واش معناتها. what does it mean cause, what does it mean effect. بعد كده قال لك when and how we do we use them. قال لك وقتاش وكيفاش نستعملوا هذه cause and effect، وشنو هما tools اللي نستعملوهم for cause and effect، وما هي الادوات اللي نستعملوها للكوز وشنو هما الادوات اللي نستعملوها للإفكت. نبداو اول شيء cause and effect، الفرق بيناتهم وش معناتهم والفرق بيناتهم. اول شيء cause هي عكسها effect. كي يعطيك مثلا في الاختبار يقول لك خرج لي العكس تاع كوز، خرجوا دايركتلي كلمه افكت. اوكي، كوز تعني لنا السبب وافكت تعني لنا النتيجه، السبب والنتيجه. شوفوا بالنسبه للكوز افكت راهم يمشوا تقريبا في جمله واحده، يعني راهم يمشوا مع بعض. اوكي، راهم يجوزوا جمل متلاصقين، واحده راح تعدها كوز واحده راح تعدها افكت، ما على باليش اسكو تجي الكوز هنا ولا تجي الكوز هنا. المهم كاين واحد الاداه تربط بيناتهم هي اللي تحدد لك وين تحط الكوز، تحط الكوز في البدايه ولا تحط الكوز في النهايه. اوكي، يعني لا قصدي الا تحط الكوز قبل ولا الافكت اقبل، دوك نكتشفوها في الدرس تاعنا. واش قال لك؟ روحوا اول شيء روحوا ندرسوا الكوز، السبب. كيفاش نعرف انا الجمله بلي هذه جمله سببيه؟ وين نعرف بلي هذا سبب؟ اوكي، قال لك لمعرفه جمله السبب الكوز، باش نعرفوا بلي هذه جمله تاع كوز، نطرح السؤال لماذا حصل هذا الامر. اكتالك هو قلت لك يعطيكم زوج جملات متلاقيين بيناتهم فاصله ولا بيناتهم اداه ربط ولا المهم، انت باش تعرف باللي هذه كوز ولا هذه افكت عندك زوج اشياء لازم تعرفهم. اول شيء تطرح السؤال لماذا حصل هذا الامر، الجواب تاع لماذا هو كوز، هذا اول شيء. تسأل السؤال لماذا، علاش ولا why. The answer of the question why is the cause. أوكي، عندك حاجة واحدة أخرى، دائما الحدث تاع الكوز يصرى هو الأول، دائما السبب هو يكون الأول. يعني عندك زوج جمل، تقول وراها الجمله اللي حدثت الاولى، هذه ولا هذه؟ هذه اللي حدثت الاولى، اذا هذه هي الكوز. So always the cause ولا the cause action is first. الاكشن تاع الكوز is always first. متفاهمين؟ تفاهمنا؟ خلاص. يعني تسال السؤال لماذا؟ الجواب تاع السؤال لماذا هو الكوز. تقرا هذوك زوج جمل في زوج، الحدث اللي صرا الاول هو دائما هو السبب ولا الكوز. مفهوم؟ مفهوم كيفاش نعرفوا الكوز؟ الان نروحوا نشوفوا النقطه رقم 2 واللي هي لا نكملوا، مازال ما كملناش. هنا قال لك الادوات اللي يربطونا يعني بين هذو الجملتين، قال لك الادوات اللي يكونوا ادوات تاع الكوز، ادوات تاع الكوز. يعني واش عندنا؟ عندنا as، because and since. بما ان، لان، هذه بما ان، يعني تقريبا هما عندهم نفس المعنى، بما ان، لان، بما ان، لان. اوكي، اول شيء عندك النقطه الاولى، هذه الكلمات كامل يدلنا على الكوز. كيفاش يدلنا على الكوز؟ يجب عليك ان تضع جمله الكوز بعدها، دائما الكوز يجي مور هذا، as، because، since، بما ان، لان، بما ان. اوكي، لازم الجمله اللي تجي موراها كوز، هنا تجي الكوز وهنا تجي الايفكت السبب، النتيجه، النتيجه هنا. المهم انت واش تحفظ مور از او بيكوز او سينس، حط لي الجمله تاع الكوز. قادر هذه از تجي في البدايه، حط موراها هنا السبب وهنايا النتيجه. قادر تجي لك از ولا بيكوز ولا في الوسط، حط دائما موراها هنايا الكوز. اوكي، المهم الكوز دائما يجي موراها. النقطه الاولى قال لك، قال لك جميعها تدل على الكوز. نعطيكم مثال، قال لك اعطالك هنايا مثال، قال لك I didn't go to school، انا ما روحش للمدرسه. من بعد واش قال لك جمله واحده اخرى، I did not wake up، انا ما استيقظتش. وين راه السبب اللي صرا الاول؟
وراي الحاجة وراي الأكشن. Which action happened before or happened first؟ وراي الجملة اللي صارت أولا. I didn't go to school ولا I didn't wake up. ما روحش المدرسة هي الأكشن الأولى ولا I didn't go ولا I didn't wake up ولا ما استيقظش هي الأكشن الأولى. أوكي؟ أنا ما كي ما نطش الحاجة الأولى ما نطش بقيت راقد والحاجة الثانية ما روحش نقرأ. So هذه هي الكوز. أول شيء حوسي على الأكشن رقم واحد، هذه الأكشن رقم واحد تعني الكوز. أوكي؟ هنا نقدر نطرحوا السؤال واي. لماذا لم أذهب إلى المدرسة؟ لم أذهب إلى المدرسة لأنني لم أستيقظ، يعني هذا هو السبب. السبب التاعي اللي ما خلانيش روح المدرسة هو I didn't wake up. Okay, so this is action number one, and this is the answer of the question why. Why I didn't go to school? Because I didn't wake up. So هنايا خلاص رانا استخرجنا بلي هذا هو ال cause. دائما قبله راح تحط واحدة من هذو as, because ولا since. خلاص كريستوي ليك الجملة. الجملة I didn't go to school as I didn't wake up. I didn't go to school because I didn't wake up. I didn't go to school since I didn't wake up. فهمنا يعني هنا الجملة كيفاش نديرولها؟ الكوز دائما نحطه قبله هذا. مثلا نحبوا نبدأ بهذه الأدوات تاع الكوز نقوله as I didn't wake up فاصلة I didn't go to school because I didn't wake up, comma, I didn't go to school since I didn't wake up, نديرو هنايا comma, I didn't go to school. متفاهمين لحد الآن؟ خلاص مفهوم؟ وهذو عندهم نفس المعنى كامل تقدر تستعملهم. يعني هذه تستعملها في كلاس هذه ولا هذه تستعملها في كلاس هذه. Is it clear? So, as, because, since, always, يعني شو يقولوا تعني لنا المعنى تاع الكوز سبب. اوكي نعطي لك هاوليك المثال انا عاود نكتبها. قال لك I didn't go to school because I didn't wake up. هذه أداة الكوز ايه وهذه جملة الكوز ولا هذه الكوز ديجا دائما قلنا هذه تبعها الكوز. شوفوا كي تكون هذه because since ولا as there is no comma ما كاش comma. بصح لو كان تبدا الجمله تاعنا نبداو بها نحطوا comma بين الجمله الاولى والثانيه. كي تكون في الوصف يتلعب دور الكاما. فاهمين؟ نقولوا because I didn't wake up comma I didn't go to school. متفاهمين عليها؟ خلاص مفهوم مفهوم بالنسبه للكوز. Good. وهنا نلخصوا واش كنا نقولوا. قال لك because as since دائما يجي موراهم subject. هاوليك هنا واش قال لك because I هو عباره عن subject عباره عن فاعل. اوكي so as because as since cause ياتي وراها ياتي دائما يجي موراها جمله السبب هذه هضرناها. ثاني شيء قال لك جمله الكوز تقع دائما اولا يعني دائما كي تروح تطرح هذاك السؤال تشوفوا راهي الاكشن اللي صرات الاولى. اللي صرات الاولى هي الكوز اللي تجاوب على السؤال واي هي الكوز. اوكي هنا واش قال لك مثلا هنا الجمله قال لك هي خرج لي وراها الكوز. قال لك توم واز فيلين سيك. توم كان يحس روحو مريض. توم ستيد ات هوم. توم قعد في الدار. صح وراها الاكشن اللي صرات الاولى. توم كان يحس روحو مريض ولا توم قعد في الدار. الاكشن اللي صرات الاولى قال لك كي كان يحس روحه مريض يعني الاكشن الاولى هي كان يحس روحه مريض على بها قعد في الدار. نقول why does Tom stay at home. Tom stayed at home because he was feeling sick. شوفوا هنا كيفاش نركبوا الجمله التاعنا. هنا واش قال لك عندنا Tom ما تعاودها ليش ركز هنا عندنا دوك نشوفوا الحل تاع الجمله. قال لك because as since يمكن ان تقع في بدايه الجمله او وسط الجمله. قلناها انا فقط راني نلخص لكم هنا يلا نستعملوها في بدايه الجمله ونستعملوها في وسط الجمله. شوف قال لك Tom stayed at home. هاي لك Tom stayed at home because he was feeling tired. هنا
we omitted Tom and we replace it with he. هنا ما تعاودش تقولي ما ديرش ريبيتيشن، تبقى دائما تعاود تقولي Tom stayed at home because Tom was feeling sick. لا لا، باش من to avoid repetition درنا هي. اوكي هنا حطيناها في الوسط، كنا نحطوها في البداية نقولوا Tom because Tom was feeling sick comma he stayed at home. المهم هذه هي الكوز، هذه هي الكوز دائما تجي more was more because more as more since. اوكي روحوا now let's see the effect. اوكي روحوا شوفوا الان النتيجة. effect it means النتيجة، it means the result، النتيجة. متفاهمين هنا السؤال باش نسألوا على الايفكت نقولوا وش صرا، ماذا حدث، ماذا حدث، وش صرا، ولا هي الاكشن نمبر 2. اوكي الادوات المستعمله باش نهضروا على الايفكت تولز عندنا سو ذيرفور از ا ريزولت، لذلك ولا اذا وبالتالي ونتيجه لي ولا كنتيجه، هذو هما المعنى تاعهم. سو تعني لنا هذه، ذيرفور تعني لنا هذه، از ا ريزولت تعني لنا هذه. بوينت نمبر 1 النقطه رقم 1 سو ذيرفور از ا ريزولت always تعني لنا effect، دائما يجي موراها effect. so here so and here we have effect، therefore here we have effect، as a result here we have effect. the sentence of the effect you write it here، يعني الجملة تاع effect انت تكتبها هنايا، more so therefore as a result. okay هذه كمعلومة أولى. روحوا المعلومة الثانية، هنا عندنا عندك هنايا ملاحظة، شوفوا بالنسبة سو سو عندها يعني واحد الضوابط لازم نمشوا عليها. سو قال لك دائما تأتي الفاصلة قبل سو، يعني هنايا عندك الجملة هذه من بعد تحط فاصلة، هنا تحط سو وتحط الجملة تاع الإيفكت. فهمنا؟ نعطيكم مثال، there were no buses، هنايا ما كاش لي بوس، فاصلة so we had to take a taxi، يعني إذا لازم علينا ناخذوا التاكسي. أوكي سو هنا غير تلقى فاصلة، هنا تلقى فاصلة حط دايركتلي سو، استنى تلقى فاصلة وعندك فارغ وهذه تكون هي الإيفكت معناتها النتيجة. أوكي هنا وش لو كان نسألوا السؤال علاش خذينا التاكسي، على خاطر ما كاش لي بوس، ونقولوا هنا ما كاش لي بوس خذينا التاكسي، وراهي الاكشن اللي صرات الاولى، اكشن الاولى هي ما ديناش لي بوس يعني هي الكوز، والاكشن الثانيه وي هاد تو تيك التاكسي هي نمبر 2 سو ات از ذا ايفكت. المهم انت الجمله تاعك تسيب فاصله حط سو ما تحاولش تفهم. اوكي هنا ذيرفور، ذيرفور واش قال لك؟ ذيرفور تاتي دائما تأتي نقطة أو هذه سيمي كولن قبلها، أوكي وفاصلة بعدها، وش يعني؟ قال لك يا إما تلقى هذه يا إما تلقى هذه قبل therefore وموراها كاينة فاصلة، مثلا هذه الجملة الأولى وبعد عدنا therefore وبعد الجملة الثانية، هنا يا إما تجيك نقطة يا إما تجيك نقطة وتجي فاصلة هنايا، يا إما تجي سيمي كولن وتجي فاصلة هنايا. خطأ كبير إلى لقيت فاصلة وفاصلة، هذه خطأ، هذه خطأ، ما تلقاش فاصلة هنا وفاصلة هنا، إذا لقيت فاصلة برك هنايا وهنا ما كان والو تحط سو. المهم therefore لازم تكون نقطة وهنا فاصلة، وإما سيمي كولن وفاصلة، متفاهمين؟ هنا غير تسيب نقطة فاصلة سيمي كولن فاصلة حط لي therefore therefore directly، متفاهمين؟ هاي لك هنا. عندك حاجة واحدة أخرى، قادر تلقى، قادر تلقى فاصلة، تقدر تلقى هنا فاصلة بس عندك end. أوكي هنا ولا لقيت الجملة تاعك هاي الجملة الأولى، هنا عندك end و therefore هنا ما كان والو، هنا لا يوجد شيء، حط حط هنا therefore. هاي دوك نعاود نشرح لكم بالعقل دوك تفهموا جيدا واش قال لك. قال لك هنا يا there were no buses نقطة، فاهم؟ نقطة
Therefore, we had to take a taxi. عندك نقطة هنايا. Okay. هنا وش قال لك؟ There were no buses, and therefore we had to take a taxi. هنا مانيش حاطة صبر تشوفوا هنايا. اي نعم قلنا هنا نقطة لازم نديرو هنا فاصلة ما درتهاش. اوكي هنايا يا اما تجي نقطة يا اما تجي سيمي كالن. وهنايا عندك هنايا قبل قدر تجي سنتنز ومن بعد فاصلة and therefore، وهنا ما كان والو. اوكي هنا ما كانش فاصلة. اوكي هنا قادر ما تجيش فاصلة، المهم انت كي تصيب and حط دايركتلي therefore. متفاهمين؟ خلاص بالنسبة ل therefore يا إما تجي قبلها نقطة وموراها فاصلة، يا إما سيمي كالن وفاصلة، يا إما تجي عندها and تجي هنايا في نهاية الأخر and حط أنت directly therefore. قادر تجي فاصلة وand وقادر تجي and واحدة، المهم أنت كي تلقى and حط therefore. متفاهمين؟ نروحوا الآن الـ as a result. As a result اللي تعنينا نتيجة لي ولا كنتيجة. عدنا قال لك as a result دائما صار لها كيما therefore، بصح هذه ما تمشيش معها and. اوكي هذه and ما كاش، يعطيك سيمي كالن ونقطه هنايا، يا اما سيمي كالن يا اما نقطه، ويعطيك مراها فاصله كيما therefore. بعد واش قال لك هذا واش كاين؟ ما تلقاش and هنايا ما تمشيش معها and، تمشي غير مع therefore. واش نقولوا؟ سمير stepped on a banana peel، كانت القشرة تاع البنانة فس عليها. ومن بعد عطى لك يا إما سيمي كالن يا إما سيمي كالن يا إما نقطة. As a result فاصلة he fell down، والنتيجة لذلك هو طاح. أوكي قادر هنا تمشي معها and. I'm sorry أنا قلت لكم ما تمشيش معها and، بصح تمشي معها and، بصح شوفوا الفاصلة وين نديروها. تبع معايا مليح. قال لك سمير stepped on a banana peel and as a result ونتيجة لذلك فاصلة he fell down. دوك هنا باش ما نخلطها لكمش الفرق بينها وبين therefore. هنا إلا شفتوا هنا عطاك الجملة ودال لك هنايا and وعطالك فراغ، من بعد قبل الجملة الثانية عطاك فاصلة حط as a result. يعطي لك جملة هاي لك عطالك هنا قبلها قبلها فاصلة ولا ما طالك والو هنا قبلها، وهنا ما عطالكش فاصلة هنا حط therefore. اوكي خد شوفوا as a result كاين واحد الحالة تمشي معاها and، بصح تجي هنايا الفاصلة more as a result، يعني as a result دائما تجي مراها الفاصلة، بصح therefore لو كان ما عطالكش فاصلة هنايا دير and therefore، مادام عطالك فاصلة حط as a result. هنا حاولوا فقط تفهموها. دوك تشوف نلخصها لكم هنا في الفوق. شوفوا as a result تجي قبلها سيمي كالن ولا نقطة وموراها كاما، تجي هكذا معاها تجي and ومن بعد as a result وموراها فاصلة خلاص، يا إما تجي بهذا الشكل. وعندك therefore كيف تجي موراها؟ تجي كيف تجي دايرة؟ تجي سيمي كالن ولا نقطة ومن بعد therefore جي فاصلة، هذه هي وهذه راهم متشابهين. بصح يقول لك قادر تجي فاصلة and therefore، هنا ما كان والو موراها بصح هذه عندها هكا، ولا قادر تجي and بدون فاصلة و therefore وما يجي موراها لا فاصلة هنا لا فاصلة هنا. متفاهمين الفرق بين هذا الزوج؟ صاي اتس كلير. دوكا نروحو نديرو التمرين تاعنا. Task number one: I determine the cause and the effect. Okay, إحنا رانا رايحين نسخرجوا the cause والإيفكت ونحطوا أداة الربط اللي بيناتهم. وش قال لك؟ I can't buy a car. فراغ ما فيه والو. وش قال لك؟ I don't have enough money. وراهي الأكشن الأولى، قال لك الأول مانيش قادر نشري طوموبيل. والثانية ما عنديش الدراهم. وراهي الحاجة الأولى وراهي الحاجة الثانية. الحاجة الأولى هي
هذه هي الاكشن رقم واحد. ما عنديش الدراهم على جال هذاك الشيء، ما شريتش واش يقولوا، ما شريتش طوموبيل. مادام هنا عندنا الاكشن نمبر 1 هي هذه، معناتها راح تجي قبلها حاجه تاع الكوز. وشنو هما الادوات اللي شفناهم تاع اللي شفناهم تاع الاوز؟ هي الكوز، هي از، هي بيكوز، وهي سينس. متفاهمين؟ هذو هما تاع ال تاع الكوز. هنا ما طالك حتى حاجه، هنا شوف كي يعطيلك هذو، كي يكون عندك اكشن حط اي وحده فيهم، تقدر تحط اس، تقدر تحط سينس، تقدر تحط بيكوز، هنا كامل صحاح. كي يكون عندك او كوز حط اي وحده منهم، كامل صحاح. حط اس صحيحه، حط بيكوز صحيحه، حط سينس صحيحه. اوكي، تقدر تقول I can't buy a car, I can't buy a new car as I don't have enough money. I can't buy a car because I don't have enough money. I can't buy a car since I don't have enough money. هنا تستعملهم كامل، عندك الجواب صحيح. نروحوا الجملة رقم 2، قالك I was very hungry. أنا كنت جيعان بزاف. I ate a big pizza. صح. وراه وراه الاكشن اللي صرا الاول، قال لك كنت جيعان بزاف ومن بعد شريت بيتزا، كليت بيتزا. الاكشن الاولى انا كنت جيعان ومن بعد باش كليت، يعني هذه هي الاكشن الاولى. الفراغ راهو قبلها؟ لا لا، الفراغ راهو مور الاكشن رقم 2، والاكشن رقم 2 هي افكت. اوكي، الفراغ راهو قبل الافكت. يعني واش انا راح نستعمل؟ راح نستعملو سو، راح نستعملو ذيرفور، راح نستعملو as a result. as a result هنايا كي نعرفوا بلي عندنا الاكشن الثانيه هي effect، راحين دوكا نخمو، لازم نشوفوا البونكتويشن، نشوفوا علامه التنقيط. هنا هنا عندنا كما قبل واحده من هادو، والكلمه المناسبه اللي تجي قبلها كما وموراها ما كان والو هي so. خاطش يقول لك سو لازم تجي قبلها كاما موراها ما كان والو. يقول لك ذيرفور يا اما تجي قبلها نقطه ولا فاصله ولا سيمي كالن، سوري، نقطه ولا سيمي كالن وموراها فاصله. نفس الشيء بالنسبه لهذه، الوحيده فيهم اللي تمشي قبلها الكاما هي سو، الاخرين ما تجيش كاع قبلهم كاما. متفاهمين؟ الاخرين تجي قبلهم نقطه سيمي كالن ولا اند، ساي هذه يعني تمشي معاها سو. الجملة رقم 3 قال لك she didn't prepare well for the exam، قال لك ما وجدتش روحها مليح للإكزام. she didn't got a good mark، ما تحصلتش على نقاط جيدة. هنا وراهي الأكشن رقم 1، الأكشن رقم 1 أنها ما وجدتش، ما قراتش مليح، والأكشن الثانية هي أنها ما ادتش نقاط جيدة. يعني هنا يا راهي إفكت، لأنها الاكشن رقم 2. ايفكت واش تحتاج؟ تحتاج سو ذيرفور از ا ريزولت. هنا واش عندنا؟ لو كان ما جات عندنا نقطه وعندنا فاصله برك، لا لا، هنا عندنا نقطه وعندنا فاصله، تمشي يا اما دير ذير فور راهي صحيحه، يا اما دير از ا ريزولت. از ا ريزولت في زوج صحاح، اللي ديرها هذه ولا هذه في زوج حق، تصيب هذه وهذه، دير يا اما therefore يا اما as a result، في زوج صحاح. هنا واش قال لك؟ Mary was tired، ماري كانت عيانه بزاف. She slept early، رقدت بكري. وراهي الاكشن اللي صرات الاولى، رقدت بكري ومن بعد عيات، ولا عيات ومن بعد رقدت بكري. التعب هي رقم 1، معناتها هذه الكوز، والرقد هو رقم 2. سو هنا واش عطالك؟ عطاك غير الفاصله برك، راك تستعمل سو ولا از ا ريزولت ولا ذيرفور. مادام عطالك الفاصله برك، هنا تستعمل دايركتلي سو. اوكي، هنا عطالك في بدايه الجمله، قال لك they studied hard، قراو بجد. they passed their BM exam، نجحوا في الاكزام تاعهم. وهنا واش قال لك؟ هنا وراهي الاكشن رقم 1، الاكشن رقم 1 هي they studied hard، معناتها هذا هو السبب، السبب اللي خلاهم ينجحوا انهم قراو بزاف. يعني هنا راك رايح تستعمل، قلت لكم بالنسبه للسبب ساهل، استعمل بيكوز، استعمل از، استعمل سينس، اللي تستعملها راهي صحيحه. اوكي،
هنا قال لك number two I use so and as to connect the pair of sentences. قال لك هنا نستعمل so ونستعمل as باش نربط بين الجملتين. أوكي قال لك I drove very fast I had an accident. هنا لازم تخرج لي وراي الأكشن الأولى وراي الأكشن الثانية. قال لك كنت نسوق بسرعة قال لك والثانية درت accident. وراي الأكشن الأولى الأكشن الأولى كنت نجري بزاف والأكشن الثانية درت accident. هنا انت لازم هذه الجملة كامل تاع السبب تحط قبلها as وهذه تحط مراها تحط قبلها sorry so وانت بدأ كما تحب تحب تحط as في بداية الجملة وش تقول as I drove very fast فاصلة I had an accident هذه صحيحة as I drove very fast فاصلة I had an accident تحب تحط هذيك as في الوسط كي تحط as في الوسط لازم هذه تطيرها لازم هذه تطير الفاصلة تطير تولي لك هكا I drove very fast as I sorry هنا راني غلطة قلنا وشنو قلنا لازم as sorry لازم هذه السبب دائما يجي more as هنا راني غلطة وش ندير هنا لازم تعكسها كامل وش تقول I had an accident as لازم يجي مراها يجي مراها السبب قول I drove very fast فهمتوا؟ فهمتوا هنا المهم ثم هذه لازم وراها دائما يجي الكوز هنا نروحوا نديروا قلنا هذه دائما يجي وراها هذه نديروها في الوسط نقولوا I had sorry I drove very fast فاصلة خاطش قال لك لازم الفاصلة تجي قبل so فاصلة so I had an accident متفاهمين خلاص فهمتوا هنا المعنى بسخته في هذه so, okay. روحوا للجملة الثانية he achieved his goals يعني هنا دار الأهداف تاوعو he was working hard بصح كان يخدم بزاف هنا ورا هي الأكشن الأولى الأكشن الأولى أنه خدم بجد باش حقق كيف يقول لك الاهداف تاوعو اوكي يلا نستعملوا سو و از هنا واش قلنا هذا هو السبب تجي مورا قبلها از هذه هي النتيجه تجي موراها تجي قبلها سو سوري تجي فاصله سو نبداو نقولوا مثلا نبداو بتاع السبب ونقولوا از هي واز وركين hard مادام درنا as في البداية لازم الجملة تجي موراها فاصلة he achieved his goals هذه الأولى قادر as هذه نديروها في الوسط وش نجيب هذه as كامل كما راهي نحطها الثانية وهذه كامل نجيبها الأولى نبدأ بهذه he sorry he achieved his goals as he was working hard هذه الأولى نروحوا لسو سو جي قبل هذه وش نقوله هنا تعسو نقولوا he هاي لك he was working hard he was working hard فاصلة so he achieved his goals متفاهمين؟ خلاص فهمنا؟
مهم سو لازم تجي قبلها فاصلة. المهم كان هذا هو الدرس تاعنا تاعكم، وزو اذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله نكون بسطته لكم يعني الابعد درجه. في الاخر واش نقول لكم، ما تنساوش ديروا لنا لايك، اللي جاوا جدد معنا ما ينساوش يشتركوا بالقناه ويفعلوا الجرس باش يدخلهم كل فيديو نحطوه جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.